شفت والو حسداوي غيب هالو كاميرا كاشي الشروق في بيت حنا هكا وحنا يا مشاهدينا الكرام السلام عليكم صحة فطوركم مرحبا بكم في كاميرا كاشي حنا هكا. ضيفنا الحلقة اليوم هو المغني جالي باليرمو اللي عرضنا الحصة الاجتماعية. مشاهدينا الكرام ولاكم حابين يدخل الحسناوي نروح نديكيزي باش نبداو حلقة اليوم ابقوا معنا. حضر معايا في هذا البلاطو الفنان الجزائري جالي باليرمو مرحبا بك. تحيات خوالي مرحبا نشكركم على الاستضافه هذه. شكرا استاذي شرفتنا. مشاهدينا كما عودناكم راحوا ديريكت وشوفوا الفيديو الاولى في هذا الحلقه باش نتعرفوا على موضوع اليوم. هادو ما نديهم للحبس ديريكتور لا استاذ بها بالخدامين كاع نديهم للحبس وندير لهم هكذا نديرهم داخل صالون نربطهم كيما ربطوا هادو ما نخليهم. هما هاد المراكز في بلادنا كدباه هما ما يديرونش في بلاد مسلم باش يدير هكذا دار عجازه اللي عنده ما كانش تحيك بنادم يسمح في دارهم ولا يسمح في يماك ولا تحت هما هاد البلايص ما كانش هما مليح بيدي دارهم لهاد الحاجه يديوها للحبس هو ثاني. اقسم بالله غير كان عندي شويه بوفوار غير لاوي دار الديريكتور بلي يخدموا من بلا حساسه غير كاع نديهم وندير لهم كيما داروا لهذوما ولي جاب ماليه ثاني تما نزيد نحوس عليه نزيد نديه معاهم ثاني. واش خطر تقول بالك لهاد الناس اللي يحطوا ماليهم في دار العجزه؟ ماشي حق عليكم كاع نموتوا غدوه نموتوا نروحوا للطلب ومن بعد نشوفوا واش تفروا الفوق مع العد في العداله الالهيه يشوفوا ملاه واش راهم يديروا هذا عيب بزاف. عيب عيب حنا لي زالجيريا رجال معروفين الجزائريين معروفين بالرجله. ماشي وين لحقونا تشوفنا بالك بلدان واحد اخرين ولا صح زيتنا في دقيقه نصح باش تشوف هاد الصوالح في الجزائر والله غير عيب بزاف. ما تجيني دماء ما تقدرش نطيحها قدام الناس ولا تضيق لك خوف باسكو عندنا اش يقولوا عندنا عفسه تاع شغل تاع حراره في قلبنا. حضر معايا في البلاطو الضيف الثاني عامل سعيد قضى في هذا الدار بالك اكثر من 6 سنوات مؤخرا جا ولادو داوه دونك الحمد لله. حب عمي سعيد يكون معنا اليوم في البلاطو باش يحكي لنا على التجربه ديالو في دار العجزه لبلديه بومعروف. بالبركة بس لا الحمد لله. مرحبا بك عمي سعيد. سمح بينا اليوم تعاود تحكي لنا عمي سعيد على هذوك 6 سنوات اللي قضيتهم في دار العجزة. جوزنا عوام كحولة لهالدرجة؟ احكي لنا بالك واش كنت قلنا قبل في الكواليس الناس حاب تعرف اليوم عمي سعيد احكي لنا. قلت لي كي طحت غيبوبة في رمضان كنت راقد جاتني عيني كيف طنت فات الادب لقيت صحابي كاع كلاو رحت للكوزينه رحت قلت له ما عطوني ناكل لقيت المدير هذا قال لي مشي مشي ما كان لا ماكله لا زوج. عاودت وليت بلاصتي عاودت تكيت رقدت كي عاودت فطنت لقيت روحي طاح لي السكر. رقدت بلا ماكله وحبطت لك السكر ودخلت في غيبوبه تاع السكر. أنا بابا ما تبكيش نورمال يسافر رجال بابا كبير اللي خلق ما يضيع اللي خلق ما يضيع. عمي سعيد حب يكشف اليوم قدام كل الجزائريين الوضعيه المزريه لدار العجزه لبلديه بومعروف اللي قضى فيها 6 سنوات. مخرجنا اذا كانت الفيديو حاضره جوز على ما
دوك هذه 8 سقايه يشوفوها كي تدوز لها. هذا مدير دار العجز اون بلوس. شي هذا ما هو يديرو حاشاكم هذا الكلاب ما نعطيش يربيهم. باش نعطيو الناس تاع الدار. لو كان كنت بالك في هذا الموقف باليرمو كنت تحترف التليفون وتصور وتكون عندك شجاعه كما هذا السيد. صورت نضربو نصور يضرب فيه شيخ كبير نصور. ما نصورش يضرب فيه شيخ كبير نبقى نصور الفيديو. عيب يا اخو شنو يدير. حسيناك تأثرت شوية بلاك عمي سعيد نخليك تروح تريح ونعود نعيطوا لك في الجزء الثاني من البرنامج. اتصلنا بالسيد حسناوي يغرطة. سيد حسناوي يغرطة هو مدير دار العجزة لبلدية بومعروف ووجهنا له دعوة إلى هذا البلاطو. للأمانة مشاهدينا حنا ما قلنالوش علاش جبناه اليوم، ما قلنالوش بلي عندنا فيديو، وما قلنالوش وسي بلي عمي سعيد راهو معنا. راح نواجهوا هذا الشخص بالأدلة والبراهين. مشاهدينا فاصل ونواصل. يلا مامو ما تجيبوش يا اخو. ما قلنالوش بصح علاش عيطنا له، حنا اللي من شغلنا انا وسمع علمك شوف كي نجيبوه نكشفوه خدام الناس. على بالو بوالو. ما على بالوش بلي عندنا الفيديو، ما على بالوش بلي عمي سعيد معنا. تفضل تفضل. سيد حسناوي غرطة مدير دار العجزة لبلدية بومعروف. أولا وقبل كل شيء نشكر قناة شروق على هذه الدعوة وعلى هذا الالتفاتة، وشرف لي أنني حاضر معكم اليوم. سيد حسناوي شحال عندك وأنت مدير لدار العجزة تاع بومعروف؟ يعني من جوان 2016. راك متهلي فيهم سيد حسناوي، قام يهضروا عليك بالخير. هذا ما كاش مؤسسه كيما اللي دايرها انت. ان شاء الله. فور كاع عندك رياضه. شفنا الفيديو تاعك. اول حق الحمد لله يا ربي. دوكت واحد الفيديو كنت توكل فيهم عجبتنا بهذيك الايماج. قول لي كيفاش تتعاملوا انتم مع المسنين في المركز ديالكم؟ يعني الحمد لله اولا ما قلب كل شيء هما هذ الناس المسنين يعني هم محرومين من ابنائهم يعني. وحنا نديروا مجهودات تاعنا باش نسيو نغطيو لهم يعني، ما نقولوش صح التعبير نقولوا نسيو نغطوا، ولكن ما نقدروش يعني نديروا قدر المستطاع. حنان معاهم انتم تمدوا لهم الرعايه تمدوا لهم. بيسر هذه حاجه واجب علينا واجب علينا. يمدوا لهم قال لك الحنان والرعايه. كي دايرهم كيما كي والديكم. أو بين في وجهه. بارك الله فيك. ربي يحفظك. اشكون عندكم مشاكل سيد حسناوي في المركز ديالكم؟ ما كاش مركز يعني ما فيش مشاكل بين المسنين بين. هما تضربوهم ثم لا 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 لا. هذا باين بلي في وجهه ما يضربوهم. سيد حسناوي احنا كنا شفنا من فيديو انا والضيف ديالي وسي المومو باش نعاودوا نشوفوها بحضورك. لا ما كاش مشكل. يلا. مخرجنا يلا. الفيديو الحصري لبرنامج المكشوف. السيد حسناوي يغرطة مدير دار العجزة لبلدية بومعروف قمت بالتعدي. وكان واحد قدك والله ما تضربه المسنين. والله ما تضربه. وكان واحد قدك شويه والله ما انا نجي عندك من دار العجزة وضربني. هذا راه مصور من داخل المركز تاعنا نعترف، ولكنه انا يظهر لي مفبرك يعني. كيفاش مفبرك؟ مفبرك راك تضرب في السيد تقول لي مفبرك الحومه هاك ضربته السيد واش مفبرك؟ انا يظهر لي مفبرك لانه هذه مفبرك. انا نلعب بلاي ستيشن قالوا مفبرك هاك تضرب في الاولاد خو هاك تضرب في الشيخ. لا لا اللي دخلت فيسبوك دير في بالك اللي كيف كيف انت وكل شوا دا ما نعطيكش تربيهم انت عندك عيوبات. لا تكلم معايا بهذه الطريقه. نتكلم معاك باسكو انت شو شكون دير خويا؟ بس ما درت والو. انا ما تكلمت معاك والو هكذا نهضر معاك نو باسكو انا في ايميسيون ناس قدام مرتبين. هاتوا برهانكم اللي كنتم وانا شارك. هاك تضرب في السيد هذا وشنو هذا وشنو برهان؟ فيديو مفبرك. كيفاش مفبرك؟ حنا حمير ما نعرفوش نشوفوا مفبرك. انا شكون انت باش يديروا لك عفسه مفبرك ستار؟ تا والو. راح نشوفوا راح نشوفوا السيد اللي راح يدخل بلاطو اذا كان مفبرك ولا لا. لا سيدي المخرج كيف هذا؟ عمي سعيد اذا مازال حاضر معنا يتفضل. عمي سعيد جا اليوم باش يشهد وباش يقول كل الحقيقه. تفضل عمي سعيد. عمي سعيد هذا هو الشخص اللي شفناه في الفيديو. نعم هذا هو نفسه. هذا هو الشخص اللي كان يضرب فيه. هذا اللي كان يضرب فيه. هذا هو كان يضرب فيه. ماشي يا خو سمحوا لي حبس دقيقه برك عاود تضربوا. حبسوه
حبس والله تضربه دوك دوك انا نجي قدامك عاود تضربه استاذي من فضلك عاود تضربه بابا انا راني معك كيفاش عاود تضربه عندك ساهل انت استاذي انا جيت راح نضربك نضربك لا لا هو يهضر معك انا جيت انا جبتك نكشفك انا غير السمير يا اخو جيت نكشفك انت تكشفني انا نكشفك يا استاذ ها واش درت فيه يا اخو الضرب تاعي ريح انت نفس ما كنتش نفس قدامك انا جيت نكشفك ريح لا 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 تهدرش معاه تير عليا بقلعة ما تهدرش معاه تعد عليا نهدر معاك كيما نحب ما تهدرش معاه نخرجوا هنا بلاكو فوق ما نقولكش نهدر معاه ما نهدروش بك كلش كيفاه؟ جيت لهنا باش نكشفك لا قلت راه تهدر معاك بالعقل تهدرش معايا ولا غير نفهمك بالعقل لا 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 انت تيريت عليا بقلعة جيت تهدر معايا بالعقل تهدر معاك اسمح لي كي تهدر ادري بلي تهدر معايا بالعقل انا قلت لك نوعدك يا وعدني يا سيدي احلف لي بلي تهدر معايا بالعقل ندوك نجيبك نهدر معاك بالعقل احلف لي لا حتى نحلف لك ما راكش باغي تحلف لي هدر انا دابا باغي ريح 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 اخرج قال خو قال لك اخرج روح خلينا نكبروا مع بابا روح ماكم صوروا هاك خواف انا ضربته ايه مو من بعد انا ضربته مو فبرك هذا قال لك انا ضربته ايه يوم شاك هذا وحش هذا هذا وحش هذا هذا وحش انا هدر مع السيد يا سبحان الله العظيم كيفاه لا 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 كيفاه يخرج تهدد فيا واش تصور واش تصور تهدد فيا واش هاك تصور تهدد فيا شوفوا يا ناس لا 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 شوفوا يا ناس شنتوا يا اخو شو تضحكوا يا شوفوا يا ناس لا 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 البليغ يا اخو درفيت يا اخو درفيت وما كنت تشدوا عيب خو وراه وصل التاج عيب يا اخو روح انا الخدام يا اخو كيفاه؟ انا اشكي بيك انا يا راح اشكي تعرف مني اشكي ونبعتك تشكي اشكي بيك يا راح اشكي تيري علي بالكرسي وراه كيما تيري تشنتات مليح كمل في الرجله تاعك خرجوهن غير دار كيف ايه ما تحبش رجال ايه مامو ماكش قاع واقف مع رجال انت لهنا يروح دوكا كيفاه ابو تبا انا درا هذا يدير للوالد انا ريح هنا جريت مورايا تيري تاني بكرسي هاك سمع طلع لي فوق هادو مول كيفاه يا حميم خذ لنا بلاط هاي هاي يا هاي شافني بكره بابا انت مدير انت مدير انا مدير انا شفت انا مدير تبهلل معليش ما كانش مشكل انا نقول لك حاجه انت تعرفني ولا ما تعرفنيش ها باش تير عليا بكرسي هذا لا ما نعرفك انت يعرفوك الناس تالي بعت قاشه ما يعرفك كيفاه باغي يضربني ايش مخلا جات يا اخو تبهلل هاي نخرجوا لهنا انت ما تقدر على شخاك تتكلم معايا تاع هاك شي نسعى هاك شي هاك انا عارفك يا اخي عندي ما يسمعك ماكش قادر كاميرا كاشي جاي وحدك الله بيك خو بيك ما تبعهم جاي فار عليك تخيل اه ده انت هو 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 ليك احوال ديك اسمح لي اسمح معنا انت دري لك اخو واش راح نقول لك يا فعليا هبط يا كيفنا الخو واش فعليا صار عليك ما بتقابلي انا والو بلش قابلني انت يا ربي يحفظك هذاك دونك مشاهدينا الكرام كي شفتوا معنا في حلقه اليوم كان معنا لي شونتور تاعنا الفنان جليل باليرمو يا خويا شرف لي انك كنت بارمي لي زانفيتي تاعنا ايش خويا شرف لي عليك لقيتو لي يعطيك الصحة كاميرا كاش اسمها حنا هكا الله غالب حنا هكا ما نقدروش نسكتوا على ال وش يا اخي تلاقي انت معاهم تاع يا بابا عمي سعيد على يا عمي سعيد على سعيد قال واحد تحياتنا قال لي جميع واحد اسمه سعيد تحياتنا هذه دونك خويا جليل حنا لوبجيكتيف تاعنا نلحقوا ان ميساج لهاد الناس اللي يمدوا لي بارون تاعهم دور العجزه ماذا بيا قبل ما نديروا شي تقول لهم صحه فطوركم ولحق ميساج هاد الناس قول لهم كاع صحه فطوركم اللي في دار العجازه واللي الدول ديالهم دار العجازه ربي وكيلكم باسكو الدنيا موت موت غدا ويحبس قلبك تموت العداله الالهيه الفوقه كاع نتحاسبوا بارك الله فيك شفيقه حاره عليه ربي يحفظك خويا جاني يعطيك الصحه
دونك مشاهدينا الكرام، كان معنا في حلقه اليوم جالي باليمون، يعطيك الصحه امين، يعطيك الصحه عمي سعيد، ليكيب تكنيك كاع يعطيكم الصحه، ماكيوز فريده حرحار كاع ليكيب كاع يعطيكم الصحه، المخرج ميمو وحي لي اللوز خويا يعطيكم الصحه. دونك نضربكم بعيد غدوه ان شاء الله في نفس الوقت وفي نفس القناه، قناه الشروق. سلام، يعطيك الصحه خويا. يا خويا حبيبي.